أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب، معكم المدرس أميد محمد من منصة حماة التربوية. سوف نقدم في هذا الدرس درسا بعنوان المعادلة الخطية وبمجهولين، وسوف يشاركنا في هذا اللقاء الطالبتان حلا الشحنة زين الريس. أهلا وسهلا بكم. إذن عنوان الدرس المعادلة الخطية وبمجهولين. تعريف المعادلة الخطية بمجهولين هي كل معادلة تصبح بعد النشر والاختزال من الشكل AX زائد BY تساوي C، حيث أن A و B و C هي ثوابت حقيقية أي أرقام. مثال المعادلة 2X ناقص 5Y تساوي 6، نلاحظ أن X لا يوجد قوة لها والY لا يوجد قوة لها فسميت خطية، والمجهولين هما X وY. المعادلة الثانية لابد من اختزالها ونشرها، لابد من نشرها واختزالها لنحكم عليها بعد ذلك. نلاحظ أنه بعد النشر تصبح 2x زائد 6y ناقص y تساوي 5x ناقص 20. بعد الاختزال تصبح بالشكل 2x، لو نقلنا 5x إلى هذا الطرف، لو نقلنا 5x تصبح ناقص x زائد 2x ناقص 3x و 6y ناقص y يصبح 5y والناقص 20 في الجهة الأخرى، بالتالي فهي أيضا معادلة خطية لا تحوي تربيع وبمجهولين. حل المعادلة الخطية بمجهولين، نقول أن الثنائية C فاصلة D حلا للمعادلة إذا كانت المساواة صحيحة بعد التعويض، إذا لابد من تعويض x ب c والy ب d، ثم نلاحظ المساواة إذا كانت محققة فهي حل، أما إذا كانت المساواة غير محققة فهذه الثنائية ليست حل، وقلنا ثنائية لأننا أمام متغيرين x وy. لتكن لدينا المعادلة ناقص 20x زائد 3y يساوي 10. السؤال الأول، هل الثنائية 1.3 هي حل لهذه المعادلة؟ السؤال الثاني، عين قيمة A المجهول A في هذه الثنائية لتكون حلا لهذه المعادلة. يجيبنا عن هذا السؤال من يجيب على هذا السؤال؟ بسملة، زينة. السؤال الأول، هل الثنائية حل؟ نعوض مكان X 1 ومكان Y 3. تمام، إذن الحل نعوض الثنائية في عبارة المعادلة تصبح ناقص 2 x مكانها ماذا سوف نعوض؟ 1 زائد 3 مكان y نعوض 3 يساوي، نحن نريد أن نستفهم هل المساواة صحيحة أم لا. ناقص 2 ضرب 1 ناقص 2، 3 ضرب 3 9، إذن تصبح هذا يؤدي ناقص 2 زائد 9 يساوي 10، ونحن نريد التأكد أن المساواة صحيحة أم لا. ناقص 2 زائد 9 زينة زائد 7، إذن 7 تساوي 10. هل الكلام منطقي؟ لا. إذا نكسر اليساوي، ليست حل، الثنائية ليست حل. الطلب الثاني، إذا هنا الطلب الأول. الطلب الثاني، عين قيمة المجهول A لتكون الثنائية حلا. ودوما إذا سألنا عن مجهول لابد من إيجاد معادلة لحل هذا المجهول. تفضلي حلا. نعوض بدال الواي 2 تماما، اذا الواحد نعوض في عبارة المعادلة ناقص 2 اكس زائد 3 ناقص 2 مكان اكس ماذا سوف نعوض يا حلا؟ اه نعم،
زائد ثلاثة باثنين مكان الواي معوض اثنان يساوي عشر. نعم هذا يؤدي أصبحت معادلة وبمجهول واحد هو آ. تمام نحل هذه المعادلة ناقص 2 آ تساوي ناقص 6 آ تساوي ناقص 6 زائد 6 تساوي 10 صحيح؟ تمام ننقل الستة إلى الجهة الأخرى ناقص 2 آ تساوي هذا يؤدي ناقص 2 آ تساوي 10 ناقص 6 ناقص 6 4 4 آ تساوي 4 على ناقص 2 نعم نقسم على أمثال المجهول لتصبح آ تساوي ناقص 2 إذا قيمة المجهول آ هي ناقص 2 تمام قد يرد مثل هذا الطلب في المسألة التمثيل البياني للمعادلة آ إكس زائد بي واي تساوي سي أي ماذا تمثل هذه المعادلة؟ هل سوف تمثل إذا رسمناها منحني أم قوس أم دائرة أم قطع مكافئ أم مستقيم؟ هذه المعادلة سوف تمثل إذا رسمناها في معلم متجانس مستقيم. المعادلة إذا أصبحت بعد النشر والاختزال من الشكل آ إكس زائد بي واي تساوي سي حيث أن الآ والبي والسي أعدادا لا تساوي الصفر أعدادا حقيقية غير الصفر فهي تمثل معادلة مستقيم لكن هذا المستقيم لن يمر من مبدأ الإحداثيات إذا كان الرقم أمثال إكس موجود وأمثال الواي موجود والسي موجود فهي معادلة مستقيم ولن يمر هذا المستقيم من المبدأ ولرسمه في معلم متجانس نحن نعلم رسم المستقيم لابد من تعيين نقطتين ثم رسم هذا المستقيم إذا نحتاج نقطتين مثال ارسم المستقيم الذي معادلته د تساوي 2x زائد y تساوي 4 هذا المستقيم أولا هل هو مستقيم مار من المبدأ أو لا نلاحظ أن أمثال x موجودة أمثال y موجودة والرقم الثابت موجود فهذا مستقيم غير مار من المبدأ لابد من تعيين نقطتين للحكم أو رسمه إذا نعين نقطتين منه نشكل جدول للنقطتين نفرض مجاز هنا الفواصل للنقاط وهنا التراتيب للنقاط النقطة الأولى سوف نسميها فرضا A والنقطة الثانية سوف نسميها فرضا B الآن نعطي قيمة لأحد المجاهيل ونرى ماذا سوف يساوي المجهول الآخر الأفضل دوما أن نعطي القيم للمجهول الذي يحوي أمثال لكن لو أعطينا الآخر لا مشكلة لكن نحاول أن نأخذ قيما تجعل الأرقام صحيح سهلة وقليلة لو نعوض X تساوي الصفر إذا نحن نريد أن نعوض X تساوي الصفر ماذا سوف نجد؟ 2 في صفر صفر إذا يصبح لدينا صفر زائد Y تساوي 4 بالتالي y تساوي 4 إذا النقطة الأولى عندما عوضنا x تساوي الصفر كانت الواي قيمتها 4 الآن نريد أن نعوض نقطة أخرى لأننا نريد أن نرسم المستقيم ونحتاج نقطتين نعطي قيمة أخرى لأحد المجاهيل غير x تساوي الصفر وغير y تساوي 4 لو عوضنا مكان الx قيمة 1 إذا الأفضل دوما أن نعوض المجهول الذي يحوي أمثال لأن هذا المجهول سوف يصبح معزول وليس له أمثال ولن يكون هناك تقسيم إذا لو عوضنا من أجل X تساوي الواحد هذا يؤدي تصبح 2 في 1 زائد Y تساوي 4 إذا هذا يؤدي لو نقلنا المجاهيل طرف المعالي إلى طرف أصبحت Y تساوي 4 ناقص 2 إذا 2 قيمة Y هي 2 إذا من أجل X تساوي الواحد الواي هي 2 أصبح لدينا نقطتين النقطة الأولى A الX صفر والواي واحد أم أربعة واحد أربعة X Y إذا أربعة يجب أن نحذر والB هي الX واحد والواي 2 نحدد النقطتين على شبكة الإحداثيات النقطة A تقع على محور الفواصل على محور التراتيب لأن فواصلها صفرا إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة على محور الترتيب هذه هي النقطة A
النقطة ب تقع في الربع الأول لأن الفواصل موجبة والتراتيب أيضا موجبة. الفواصل واحد والتراتيب اثنان، واحد اثنان، لنجد أن النقطة ب هي هنا في هذا الموضوع. إذا النقطة ب موجودة هنا، تمام. الآن نصل بين آ و ب، نحصل على المستقيم المطلوب. نصل بين آ و ب لنحصل على المستقيم الذي يمثل هذه المعادلة، تمام. هذا هو المستقيم د الذي يمثل المعادلة 2x زائد y تساوي 4، ونلاحظ أنه مستقيم غير مار من المبدأ، تمام. الآن لو أخذنا الحالة الأخرى من المعادلة الخطية بمجهولين، إذا أصبحت المعادلة بعد النشر والاختزال من الشكل ax زائد by يساوي الصفر، حيث أن الـ A والـ B ليست أصفار، إذا هنا أمثال الـ X موجودة، أمثال الـ Y موجودة، لكن الحد الثابت هو صفر، فسوف تكون معادلة مستقيم لكنه مار من المبدأ، إذا هذا المستقيم سوف يمر من المبدأ، وهذه حقيقة. الآن لرسمه نحتاج نقطة ثانية فقط، إذا علمنا أن أحد نقاطه المبدأ، تمام؟ فلرسمه نحتاج نقطة واحدة فقط. نعين النقطة ونصل. إذا ولرسمه في معلم متجانس نعين نقطة منه غير المبدأ الذي سوف يمر منه ونرسم هذا المستقيم. مثلا ماذا تمثل المعادلة التالية؟ 3 بإكس زائد 1 يساوي 2 واي زائد 3، ثم ارسمها. قبل أن نحكم على نوع هذا المستقيم هل هو مار من المبدأ أو غير مار من المبدأ، لابد من نشرها واختزالها وتحسينها لنرى شكلها النهائي بعد الاختزال، بعد النشر والاختزال. إذا لابد من النشر والاختزال، بعد النشر أو ننشر لتصبح من ينشر لنا؟ تفضلي زينة. 3x. نعم 3x زائد 3 زائد 3 يساوي 2y 2y زائد 3 زائد 3. نعم نلاحظ أن 3 قبل اليساوي مع 3 بعد اليساوي يمكن حذفها أو بالنقل مجاهيل إلى طرف والمعاليم إلى طرف، يصبح لدينا 3x ناقص 2y يساوي الصفر، إذا هي معادلة مستقيم مار من المبدأ، إذا أحد نقاط المستقيم المبدأ، لأن الثابت c أصبح صفرا، ولو عوضنا مكان x صفر لوجدنا أن صفر ناقص 2y يساوي الصفر، الحرة على المقيد يصبح صفر على 2 صفر، فعلا المبدأ سوف يكون أحد نقاط هذا المستقيم، تمام؟ طيب، الآن نريد أن نأخذ نقطة أخرى نعوض. نقطة أخرى نعوض من أجل x تساوي مثلاً الاثنان، ما رأيكم أن نعوض مكان x؟ اثنان حتى يصبح الرقم هنا يقبل القسمة على أمثال الـ y، أو نعوض مكان الـ y 3، إما أن نعوض مكان الـ x اثنان، أو نعوض مكان الـ y 3 حتى يكون الرقم يقبل قسمة على أمثال المجهول الآخر. لو عوضنا مكان x 2 تصبح x 3 ب 2 ناقص 2y يساوي الصفر، هذا يؤدي 6، ننقله إلى الجهة الثانية تصبح ناقص 6، إذا ناقص 2y تساوي ناقص 6، الكلام لا ريب فيه، إذا هذا يؤدي أن y تساوي نقسم على أمثال مجهول أو كما تقولون الحرة على المقيد يصبح الرقم 3، إذا y تساوي 3، إذا من أجل x تساوي 2 أصبحت y تساوي 3، إذا النقطة A غير المبدأ هي 2 3. نعين هذه النقطة على شبكة الإحداثيات وهي في الربع الأول، الفواصل 2 التراتيب 3، فتكون النقطة في هذا المكان. الآن نرسم المستقيم. الذي سوف يمر بنا المبدأ. المستقيم لابد أن يمر
من المبدأ لأن أحد نقاطه المبدأ والنقطة المعينة التي هي إذا هذا هو المستقيم د. إذا المستقيم مار من المبدأ ومن النقطة المطلوبة هي. إذا نلاحظ أن هذا المستقيم لرسمه احتجنا فقط نقطة لأننا علمنا مسبقا أنه مار من المبدأ. ماذا لو أخذنا نقطة أخرى؟ صحيح الكلام لكن نحن نكون قد طولنا الطريق للحل. نحن نريد إجابة واضحة وتحتاج الوقت قليل لأن عامل الوقت مهم. النوع الآخر أو الحالة الأخرى لمعادلة المستقيم، إذا أصبحت المعادلة بعد النشر والاختزال من الشكل AX تساوي C حيث أن A و C ليست أصفار فهي تمثل معادلة مستقيم يوازي محور التراتيب. إذن إذا أصبحت بالشكل AX تساوي C أي أن أمثال الواي أصبحت صفرا فحذف المتغير واي فسوف تكون معادلة مستقيم يوازي محور التراتيب. طيب مثال، ماذا تمثل المعادلة التالية؟ إذا نحن فهمنا أنه قبل أن نحكم على المعادلة هي معادلة مستقيم لكن هل هو مار من المبدأ أو غير مار من المبدأ أو يوازي محور فواصل لابد من نشرها واختزالها ثم الحكم عليها. ألحق بالنشر تصبح ناقص 6 x ناقص 6 x ناقص 2 y ناقص 2 y زائد 4 زائد 4 تساوي ناقص 2 y ناقص 2 y ناقص 2 ناقص 2. الآن نلاحظ أن ناقص 2y المقدار قبل يساوي مع ناقص 2y بعد يساوي يمكن اختزالها. نفس الإشارة لو كان هنا موجب وهنا سالب لا يجوز، نفس المقدار مع إشارته. الآن تصبح ناقص x يساوي ننقل إلى الجهة الثانية ناقص 2 ناقص 4 بالتالي ناقص 6x تساوي ناقص x تساوي الواحد تماما الحرة على المقيد أو نقسم على أمثال مجهول علميا وهكذا أفضل نقسم على أمثال المجهول لتصبح x تساوي الواحد. إذن هي معادلة مستقيم يوازي x x فتحة أم y y فتحة y y فتحة. إذن x يساوي الواحد وهو مستقيم يوازي y y فتحة محور التراتيب. إذن مستقيم يوازي y y فتحة. كيف نرسم هذا المستقيم؟ نذهب x تساوي الواحد إلى محور الفواصل نعين الواحد x تساوي الواحد على محور الفواصل هذه هي ونرسم المستقيم الموازي لمحور الوايات. إذن المستقيم الموازي لمحور الوايات هذا هو هذا هو المستقيم D المطلوب. إذن x تساوي الواحد لاحظوا x يساوي الواحد تمام مستقيم يوازي y y فتحة. الآن الحالة الأخيرة لمعادلة المستقيم، إذا أصبحت المعادلة بعد النشر والاختزال من الشكل إذا كل معادلة تصبح بعد النشر والاختزال من شكل b في y يساوي c أي أن أمثال ال x أصبحت صفرا فهي معادلة مستقيم يوازي محور الفواصل x x. إذا ماذا تمثل المعادلة التالية؟ ثم ارسم المستقيم في معلم متجانس. لا نحكم على المعادلة قبل النشر والاختزال. تفضل زينة. ندخل الناقص 2 ناقص 2 ندخله على القوس. تصبح ناقص 2 x نعم ناقص 2 y ناقص 2 y زائد 4 نعم زائد 4 ناقص 2 x ناقص 2 x زائد ناقص 1 تمام. إذا لدينا ناقص 2x مع ناقص 2x تصبح المعادلة مجاهيل لطرف المعادلة. أحسنتي. إذا ناقص 2y تساوي ناقص 1 ناقص 4 4 أحسنتي. إذا هذا يؤدي أن ناقص 2y تساوي 5 ناقص 5 نقسم على أمثال المجهول لتصبح y تساوي ناقص 5 على ناقص 2 وتساوي 2 فاصلة خمسة. إذن y يساوي 2.5 وهي معادلة مستقيم يوازي محور التراتيب أم محور الفواصل؟ فواصل محور يوازي x x فتحة. إذن هذا يوازي x
اكس فتح محور الفاصل. لي رسمه معين على محور التراتيب واي تساوي 2.5 واحد اثنان ونصف هنا. اذا نرسم هذا المستقيم الذي يوازي اكس اكس فتحة فيكون بالشكل وهي معادلة المستقيم المطلوب واي تساوي 2.5. اذا نلاحظ انه يوازي محور الفواصل. بعد أن ناقشنا حالات المستقيم نعرض التطبيق على جملة أو على معادلة المستقيم بمجهول. إذا علمت أن عمر أحمد يزيد عن ضعف عمر خالد بمقدار 6، إذن أحمد عمر أحمد يزيد عن ضعف عمر خالد، إذن عمر أحمد أكبر. الفرق بين عمر أحمد وضعف عمر وضعف عمر خالد 6 سنوات، الفرق الطرح يعني. عبر عن العلاقة بين العمرين بمعادلة ثم ارسم المستقيم المكافئ لهذه المعادلة. الحل: لو فرضنا أن عمر أحمد هو إكس، المجهول إكس، وفرضنا أن عمر خالد هو المجهول واي، بالتالي الفرق بين عمر أحمد وضعف عمر خالد، لأن العلاقة هنا تتكلم عن ضعف عمر خالد، هو 6 سنوات الفرق بينهما. إذن الكبير ناقص الصغير يساوي 6، الكبير ناقص الصغير. إذن هنا أحمد يزيد، إذن عمره أكبر، بالتالي فإن إكس، إذن إكس ناقص 2Y يساوي 6، تمام؟ أو نحن نعلم الطالب نقول له اكتب المجهول إكس، لو علم هكذا نقول للطالب حتى لا يخطئ كشرح، اكس هو عمر احمد، 2Y يساوي 2Y هو عمر ضعف عمر خالد. لكن هذه المساواة حاليا ليست صحيحة، المساواة ليست صحيحة، لدينا عمر احمد يزيد، اذا اكس يزيد هو الاكبر، اذا هذا اكبر، نحن نضيف للصغير حتى يساوي الكبير، تمام؟ اذا نضيف هنا 6 فأصبحت المساواة صحيحة، أو نطرح من الكبير حتى يساوي الصغير، إذا من نص المسألة أحمد يزيد فهو الأكبر، إذا إكس أكبر، المساواة حاليا خاطئة، إما نضيف للصغير 6 أو نطرح من الكبير 6 لتصبح المساواة صحيحة، تمام؟ إذا الأسلوب الذي ترونه مناسب اختاره. الآن عبرنا عن المعادلة بالشكل إكس ناقص 2Y أو عن العبارة اللفظية بشكل رمز x ناقص 2y يساوي 6. نريد أن نرسم المستقيم المعبر عن تلك المعادلة في المحاور الإحداثية. هذا المستقيم تجيبنا حالة نعين نقطتين، هل هو مستقيم مار من المبدأ أم غير مار من المبدأ؟ غير مار. يحتاج كم نقطة؟ نقطتين. إذا نشكل جدول للنقطتين، نفرض x 0 ب وهنا اكس، نفرض واي صفر، واي نعوض واي صفر. الافضل ان نعوض المجهول الذي يحوي امثال، لو عوضنا مكان واي واحد افضل حتى يصغر المقص، اذا نعوض مكان واي يساوي الواحد، هذا يؤدي انه اكس تساوي 6 على ناقص 2 ناقص 2 بواحد تصبح 2 تساوي 6، نعم هذا يؤدي ان اكس تساوي 8. اذا النقطه الاولى الواي 1 الاكس 8، الواي 1 الاكس 8. نعوض نقطه اخرى واي 2، واي 2 نعوض مكان واي 2، واي تساوي 2، او لو عوضنا مكان الاكس 0 يجوز لان هذا الرقم يقبل قسمه على الاثنان فيكون الرقم سهل. عوضنا مكان واي 2 تصبح اكس بدها تصير ناقص 4، ناقص 4 يساوي 10، نعم هذا يؤدي اكس تساوي 10، فبيصبح الرقم كبير. لا نعوض نعوض مكان نريد ان نعوض مكان اكس 0 افضل، أصبح الرقم كبير جدا، إكس
يساوي الصفر، هذا يؤدي ماذا تصبح؟ ناقص 2 y تساوي 6، هذا يؤدي y تساوي الحر عن المخيار. نعم 6 على ناقص ناقص 3. إذا النقطة x تساوي الصفر، ال y ناقص 3. إذا أصبحت لدينا النقطتان A، حلا النقطة A 8 1 أم 8 0؟ 8 1 8 1 والنقطة B صفر، والنقطة B صفر ناقص 3. الآن مكان النقطة الأولى 8 الإكس 8، لو فرضنا نحن قسمناها إلى أقسام أقل، 1 2 3 4 5 6 7 8 تصبح هنا 8، والواي صفر والإكس ناقص 3، النقطة B والواي واحد هنا، إذا تكون مكان النقطة هذه النقطة اسمها A. النقطة B صفر ناقص 3، الإكس هي على محور الوايات السالبي ناقص 3، نحن قلنا المعلم متجانس يجب أن تكون تقسيمات متساوية، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3، إذا النقطة اسمها B، هنا مكان النقطة B وهنا مكان النقطة A. لاحظوا الآن نصل المستقيم بين A و B، B و A، هذا هو المستقيم D أو الذي يعبر عن تلك المعادلة بمجهول. بهذا القدر نكتفي، والكتاب يحوي كثير من الأمثلة التي تتكلم عن المعادلة الخطية بمجهولين. بهذا القدر نكتفي، وشكرا لحسن استماعكم.